كابتن اشرف اهلا بيك. كابتن عدلي وكابتن ابراهيم، ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا كابتن. اهلا يا فندم، ازي حضرتك؟ ايه الجمال بتاع هنا جوده ده؟ والله انتاج الاهلي صافي 100%، انتاج اهلاوي بيور 100%. احكي لنا عن نشأتها كده. والله حضرتك هنا بدأت تلعب في مدرسة الأكاديمية النادي الأهلي سنة 2012. 2012، يعني من 7 سنين. كان عندها 4 سنين ونص. ياه، ده بدأت بدري قوي جدا، وعلشان طبعا هي كانت، طب ازاي 4 سنين ونص والترابيزه صحيح؟ ايوه، ما هي عشان كانت قصيره وصغيره لسه. قصينا لها الطاوله. والمدرب بقى يقعد على الارض. يعني خدت اهتمام خاص بمواصفات خاصه لادراكا لموهبتها من صغرها. جدا جدا، لان يعني الجهاز الفني شاف فيها خامه ممتازه ممكن يطلع منها حاجه كويسه جدا. والحمد لله ده اللي حصل، ده يعني النظره الفنيه كانت فيها، وهي انتجت بقى مع النادي لغايه ما عملت حاجه تاريخيه ما حصلتش في تاريخ مصر. كابتن اشرف، انا بتفرج عليها دلوقتي في لقطه وشايف ان عندها موهبه في التحرك القدمين، لان هو تنس الطاوله رجلين قبل الايدين. كلامي صح ولا ايه؟ طبعا طبعا، هي موهبه، هي عندها موهبه في كل حاجه يا كابتن عدلي، يعني هي حركه الرجلين والايدين والتوافق بين الايد والرجل وعينيها وكل حاجه فيها موهبه غير طبيعيه في تنس الطاوله ما شاء الله. والمدهش ان يبقى عندها قوه الضربه وهي نحيفه كده، يعني وهي صغيره، ما عشان بيتعمل لها برنامج لياقه مخصوص ليها، وهي بصراحه والدتها ووالدها مهتمين بيها قوي وبيسافروها معسكرات بره، وطبعا النادي الاهلي بيساهم في الحاجات ديت كتير، مش بيساهم، ده هو يعني بيسدد تكاليف سفرها في كذا سفريه كل سنه. يعني انت تقصد تقول انها وان كانت هي مفاجاه للراي العام، بس مش مفاجاه للجهاز ولا المسؤولين في النادي؟ لا طبعا لا طبعا، وهي هنا يعني الناس اللي بتشكك في اهلاويتها او ان هي عايشه في مصر، والدها طبيب عنده عياده في مصر، ووالدتها كانت طبيبه وفرغت نفسها لهنا علشان شايفه ان فيها حاجه ممكن تبقى عالميه بعد كده. بسم الله ما شاء الله ونعم التضحيه، والله الاهل هم الابطال. يعني ام بتضحي بعملها كطبيبه علشان تفرغ نفسها لمشروع رياضي محترم زي هنا جوده. بالظبط كده يا فندم. طيب كابتن، هي دلوقتي هتفضل بقى تلعب تحت السن ولا هتلعب خلاص مع الكبار باستمرار في البطولات المحليه هنا؟ في المشتركه المحل في البطولات هنا بتلعب جميع الاعمار، جميع الاعمار بطلة مصر في جميع الاعمار. طيب انما بالنسبه للتمرين بتاعها هي وصلت دلوقتي انها بتتمرن مع الفريق الاول في الاهلي، هتستمر مرانها مع الفريق الاول، مع الفريق الاول، واحنا بقى بننتظر ان شاء الله من الاتحاد المصري ان هو يبص لها يعني نظره كويسه ان هو يقدر يضمها لمنتخب مصر السيدات. هما ما اختاروهاش لسه للمنتخب الكبير، مش لغايه دلوقتي لسه. لو كانت بدر شويه كانت، ده كانت راحت طوكيو والله. كانت راحت الالعاب الافريقيه في المغرب، وبعد كده كانت راحت طوكيو معاها. كانت عملت حاجه حدوته عالميه. صحيح صحيح. طبعا. والله ما حدش عارف الخير فين، يعني يمكن هي برضه كانت هتبقى خطوه مبكره، يعني برضه يا اشرف يعني الحقيقه معجزه. لا الموضوع كبير قوي عليها. يعني انت متخيل واحده في السن دي عايشه هذه القصه تبقى بطله جمهوريه سيدات في جميع الاعمار، في جميع الاعمار، في جميع الاعمار. البطله في جميع الاعمار، سبحان الله. 15 و18 وبعدين تاخد برونزيه العالم في الناشئات تحت 15 سنه، يا 4 سنين ولا 3 سنين اكبر منها. في العمر ده الست اشهر يفرقوا في العمر الصغير ده؟ صحيح. لا طب طمني بقى على تنس الطاوله بما انك معانا، لان انا يعني طبعا عمر عسر دلوقتي موجود بره على طول، احترف بره، بحترف في البانيا على طول. طيب انا كنت سمعت كده حاجه، يعني عايزك تطمني، هل في مشاكل بين عمر والنادي؟ هو من 4 سنين كان حصل
مشكله كده من عمر مع مجلس اللي فات، ونرجو ان الحاجات ديت نتلاشاها ان شاء الله ويرجع تاني عمر يبقى يعني يرجع. لازم عمر يفهم انه هو لاعب كبير جدا رخر من الظواهر يعني، مصنف على مستوى العالم يعني. طبعا وطبعا في الموضوع ده في الاخر يعني يرجع لمجلس اداره النادي ان هو يرجعه او لا يعني. البركه فيكم بقى، انتوا ناس محنكين، الامور دي يجب منها تتساوي. انما الدنيا بخير في تنس الطاوله في النادي الاهلي. اللي هي يا كابتن؟ الدنيا بخير يعني. الحمد لله احنا عندنا ابطال مصر في جميع الاعمار يعني، الحمد لله من 12 سنه لغايه الدرجه الاولى احنا عندنا ابطال مصر واجيال بتسلم اجيال في البنات والولاد. الحمد لله يعني تنس طاوله بخير، ودليل على كده الحمد لله ان احنا بنكسب الدوري الممتاز بقى لنا 11 سنه على التوالي، وبنكسب انديه عربيه وبنكسب انديه افريقيه وكل البطولات اللي بنشارك فيها. عايزين مره كده احصائيه وتقرير عن تنس الطاوله عشان الناس تفهم، لا ده عندنا فرقه معجزة ما حدش واخد باله منها، أو لعبة تحقق شبه المستحيل ما حدش واخد باله منها. أنا متحيز لها لأن طبعا يعني قضيت في وسطيكم عمر طويل يا كابتن أشرف. طبعا يا كابتن طبعا. وبرضه لسه أنتوا في الملعب اللي هو في تحت حمام السباحة في أهلي مدينة نصر. أصل ده كنت زعلانين قوي، أنا بقول لكم اتنقلوا هناك. ماشي. لا يا كابتن. بالتوفيق ان شاء الله يا كابتن. شكرا يا كابتن. شكرا جزيلا. كابتن اشرف عبد الفتاح المدير الفني لتنس الطاوله في النادي الاهلي.